والآن أريد استدعاء السيد أديتيا. والآن سيد أديتيا، معلوماتنا تقول أن السيد والي كان غاضباً في تلك الليلة. أي مظبوط كلامك، وكان معصب كتير ليلتها، وأنا طبعاً حاولت تتهدي ودغري اقتنع معه. سيدي، السيد جاي مستحيل يقتل حدا. عند الغضب يفعل المرء أي شيء. الطفلة تم اختطافها من قصر السيد والي، وهو مستعد لعمل أي شيء ليرجعها. والآن أترك القرار النهائي للمحكمة. شكرا سيد أديتيا. حضرة القاضي، أصبحت القضية واضحة. السيد والي كان متعلقا بالطفلة كثيرا، ولم يكن ليحتمل أن تكون الطفلة بعيدة عنه. فما بالك أن الطفلة مخطوفة فهي في خطر، وبسبب حبه لها تجاهل الشرطة وتجاوز القانون. لحق الخاطف على ذاك البيت، وبدل أن يستدعي الشرطة ويطلب المساعدة دخل البيت وقتل الخاطف وأعاد الطفلة. هذا كل شيء حضرة القاضي، وأتمنى من محكمتكم أن تصدر حكمها بأسرع وقت. بعد سماع الشهود وبالنظر لكل الأدلة والإفادات التي قدمت، توصلت المحكمة لقرار نهائي. لحظة حضرة القاضي، آسف أني قطعت حضرتك، بس قبل إصدار حكمك في شاهد لازم تسمعه ضروري. لو سمحت، شهادته كتير ضرورية. استدعيه. بيا، شو حبيبة القلب اجت باللحظة الأخيرة. يا أهلا وسهلا. مسكينة مفكرة حالة إنه جاي تفيد مجنون. أقسم أن أقول الحقيقة ولا شيء غيره، ولا أكذب بحرف، والله علي شهيد. تفضلي سيدة بيا، كلنا نستمع إليك. سيدي، السيد جاي ما ارتكب هاي الجريمة. وكيف تأكدتي من هذا الشيء سيدة بيا؟ هل لديك أي دليل؟ حضرة القاضي، السيد جاي ما قتل حدا، لأنه بليلة الجريمة كان موجود معي أنا. كنا أنا وياه قاعدين بفندق،